قرص هو اخر قطعه ارض على المحور المركزي في قلب الشيخ زايد. كمل معايا الفيديو لو عايز تعرف تفاصيل اكتر. انا مصطفى عثمان، سيلز ريبريزنتيف من HDP، احدى شركات بنك التعمير والاسكان. جاي اكلمكم النهارده على ترس الشيخ زايد، هو اخر قطعه ارض موجوده على المحور المركزي في قلب الشيخ زايد. المشروع عباره عن 31 فدان متقسم لسكني وطبي واداري. استشاري هندسي شركه واي بي اي ياسر البلتاجي، هو اللي عامل ماستر بلان وشكل البيلدينجز. شركه الفاسيليتي مانجمنت هي شركه الاداره، وشركه الكونستراكشن بتاعتنا هي سي ار سي دوره. لوكيشن ترس الشيخ زايد هو في ظهر جامعه النيل بالظبط، من على شماله وصل الدهشور، ومن على يمينه مشروع اركان بول. تقدر ان انت تخش له من كذا اكسس، من على المحور المركزي او مدخل زايد 3. المشروع متقسم ما بين شقق والدوبلكسات. الفاسيلتيز الموجوده في المشروع: عندي كلاب هاوس على مساحه 3000 متر، عندي مولين، مول طبي بيبقى فيه عيادات، في برضو محلات في الدور الارضي. نفس الكلام بالنسبه للمول الاداري، بيبقى فيه مكاتب ومحلات في الدور الارضي. عندي طبعا جراشات تحت الارض لكل المباني. عندي 84% مساحات مفتوحه ومساحات خضراء ووتر فيتشرز. التايبس موجوده هي شقق ودوبلكسات. بالنسبه للشقق عندي اوضتين وثلاثه نوم. بالنسبه للاوضتين بتبدا من 105 متر لحد 130 متر، ثلاث اوض نوم تبدا من 140 متر لحد 190 متر. بالنسبه للدوبلكسات عندي من 250 متر لحد 260 متر، والدوبلكسات هي الحاجه الوحيده اللي مساحتها صافي، بيبقى ليها مدخل خاص، ما تستخدمش اي حاجه كومن اريا ما بينها وما بين العمار. والدوبلكسات كلها بتبقى ارضي واول بلس جارد. متوسط سعر المتر بيكون 60,000. احنا بنسلم المشروع ده نص تشطيب، طريقه الدفع بتبقى 10% مقدم والباقي على 8 سنين اقساط متساويه. بالنسبه للعيادات، العيادات بيبقى هو مول عباره عن ارضي ودورين، في توتال 60 عياده. المساحات عندي بتبدا من اول 40 متر لحد 75 متر. متوسط سعر المتر 100,000، وبنسلم العيادات كامله التشطيب. طريقه الدفع بتاعتها بتبقى 10% مقدم والباقي على 6 سنين اقساط متساويه. واحنا بنسلم المشروع ده كله مره واحده، اذا كان سكني او تجاري او اداري او طبي، وده بيبقى في خلال سنتين ونص. لو عايز تعرف اكتر كلمنا على الرقم اللي موجود على الشاشه او من خلال لينك الواتساب اللي موجود في الديسكريبشن، وفريق من افضل الاستشاريين العقاريين هيتواصل معاك. كنت معاكم مصطفى عثمان، سيلز ريبريزنتيف من HDP.